قالوا لنا امشوا 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 بالاخير يعني حنعدي ونمر ونخلص من المطر والبرد والهيك، بس ما حسنا. وقت اللي وصلنا لهونيك قال في 1500 شخص فاتوا لهونيك وما معرف شي عنه، بس في 4 اشخاص منهم ميتين عم يقتلوهم. ورجعوا شي 50 رجعوا شي 50 على الكام. نحن خفنا يعني مشان هالاطفال، وفوق كتير 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 برد يعني، وما اخذنا خيام ولا اخذنا شي معنا. في مسافة من المخيم لهذا الجبال يعني ضل لك مشي 6 ساعات. 6 ساعات أنا بالنسبة لعمري يعني صعب علي أمشي فترة وأوقف. كنت متأمل إنه يعني أعبر إن شاء الله أصل الأراضي المقدونية ويختموا لي خارطة وأطلع لبلد تاني هي صربيا.